الغني عن التعريف، أتدحرج في أفكاركم، كيف لكم أن تمنعوا انتشاري هنا وهناك؟ دائما ما كنتم تحيكون لي المكائد، تواظبون على إجراءات السلامة والوقاية، اغسل يديك يا فلان، لا تنسى الكمامة. نعم أحسنتم، عرفتم من أنا، إنني فيروس كورونا، جئت أخبركم عن جريمة ترتكبونها بحق أنفسكم لمواجهة إخوتي من الفيروسات في الشتاء خاصة. أنتم تستخدمون ما لا يستطيع طرق باب موصد ظنا منكم أنه قادر على تسريع شفائكم، ألا إنه المضادات الحيوية التي تظنون أنها تملك المفتاح السحري للتأثير على جميع الميكروبات. لا، لا تستطيع أيها الإنسان أن تنعتنا بكائنات حية، فكيف لك أن تستخدم مضادات حيوية للقضاء علينا؟ تعرفون أنه حتى الآن لا يوجد علاج قادر على القضاء علي؟ هل استخدم أطباؤكم الأذكياء تلك المضادات لمواجهتي؟ قطعا لا، فهم على دراية بكونها لا تستطيع المساس بنا نحن الفيروسات، إنما يؤثر على إخوتي يطلق عليه مضادات فيروسية. ولأحيطكم علما إن هذه الفيروسات الشتوية عادة ما يتم الشفاء منها دون تدخل منك، فجهازك المناعي هو سلاحك في هذه الحالات غالبا، لكن ما يمكنك فعله لتسريع الشفاء هو المحافظة على تناول طعام صحي مليء بالفيتامينات المساهمة في تقوية سلاحك الأبدي. سأترككم مع تلك المضادات لتوضح لكم أهميتها وتنهاكم عن استخدامكم الخاطئ لها. قد أصابني الحزن يا معشر البشر، كيف لكم أن تقللوا من كفاءتي باستخدامكم الخاطئ لي، بينما كنت لكم الذخيرة والعتاد لمواجهة ميكروباتكم الحية التي تستوطن أجسامكم. أفرطتم في استخدامي ونسيتم أن هذه الأجسام الصغيرة ذكية لدرجة أنها تبدل أقفالها كي لا أستطيع فتح أبوابها، ومنها ما يمررني إلى مكان الخروج، وكأنها تقوم بطردي من بيتها، ما عدت قادرا على هدم جدرانها، لم تسلم النوافذ أيضا، فقد أصبح زجاجها مسلحا ضد الهجوم. إن هذه الجسيمات الصغيرة تستطيع بناء مقاومة لتصبح الدرع المنيع ضد ذخيرتي، كل هذا نتيجة استخدامكم السيء. تستخدمون النوع واسع المدى مني، فأقوم بقتل تلك الكائنات البريئة التي تعيش معيشة تكافلية معكم، وهذا النوع من المضادات لا يجوز استخدامه إلا في حال عجزكم عن معرفة الميكروب المسبب للأذى، وفور معرفتكم له وجب عليكم استخدام النوع الثاني مني، ألا وهو ضيق المدى القادر على القضاء على هذا الميكروب المسبب دون التأثير على النافع منها. أي عدوى تصيبكم؟ تظنون أنها قادمة من كائن حي؟ لا يخطر ببالكم سواي؟ تظنون أني الأذكى؟ أحذركم من هذا التفكير، فلا ذكاء يفوق ذكاء هذه المخلوقات الصغيرة. حافظوا على كفاءتي واستخدموني للضرورة فقط. أصدقاء البشر، كلما زدتم في استخدامي بشكل خطأ بدأتم بفقداني، وكل حزن على هذا الحال يا أصدقائي، دمتم أصدقاء البشر سالمين.